ما لهمش علاقه باي حاجه. بس ما لهمش دعوه. ماشي دول بلطجيتو. انا اسمي حسن يوسف من سكان الشارع ده. كنت اول واحد جيت على بتوع الكشري اللي جنب منك دول. اول واحد جيت قبل ما الناس دي توصل بربع ساعه. كنت معدي من شارع الاقصر بالعربيه لقيت الناس دي طالعه. بقول رايحين فين يا رجاله؟ قال رايحين نولع. شاب معدي جنبي كده قال رايحين نولع في الكنيسه اللي في شارع الواحد. شباب صغيره. فانا متابع الحوار بتاع الاقصر من الجزيره والكلام ده. فجيت اجري على المحلات دي لدرجه ان الناس مش متعوده مني كده. انا من اهل المنطقه هنا. قعدت اجري حاسس ان انا ممكن اكون اتجننت ولا حاجه. بقول لهم يقفلوا وازعق فيهم واجري على الصيدليه هنا وعلى المحلات دي كلها. المهم الناس دي جت عبال ما ولعوا في الكنيسه. اتصلت بالجزيره اتصلت بالامن ولا حد رد عليا. قناه الشباب كل القنوات اللي تخطر على اتصلت بيه ولا حد بيرد عليا. ماشي كل ده اتصلت بيه ويا جماعه الناس جايه على بتاع ولا حد رد عليا. خلاص فحضرتك اول حاجه يعني هم مش عشان كفه الاخوان عليت يعلوا ايه يروحوا يدوسوا على الاسلام باي جهه وخلاص. يقول لك سلفيه. السلفيه احنا اللي مطفين الكنيسه. احنا هنا حميناهم حمينا الكنائس دي. لما كنا في ميدان التحرير حمينا الكنائس دي. كنا بنسهر في ميدان التحرير ونيجي نقف هنا في الشوارع ما ولعناش فيهم ليه؟ يبقى حمار ومغفل. اللي يبقى 5 مليون اعضاء حزب وطني حاطين منهم 100 في السجون وسايبين 4 مليون و900 الف. شوف كم مليون منهم رجال اعمال يا بيه عايزين يولعوا في البلد 30 سنه بيسرقونا. يسيبها لك على الفاضي يبقى شعارهم يا يسرقوك يسرقك يحرقك. بلاش حاجه غير كده. وسايبين كل نظامه. بس يبقى لازم ان احنا نعرف الموضوع ان نطلعه بعيد عن الاسلام ونطلعه بعيد عن الاخوان والسلفيه والقصص دي. عشان الكلام ده مش كلام هيفيد البلد بحاجه. ده هيولعها واللي يقول كده يبقى عايز يولعها. شكرا.